كنت انا معاون مع واحد من قالها الدخيل عبد الرحمن محمد الدخيل. نعم. نكد الحطب. نعم. معنا لوري طنين ونص 53. 53. ما له كبوت ولا جنب. دون كبوت. اي. نكد الحطب يوم صار من نوبة من النوبات وينكسر دفرانشة. ما تعرف النقع. الا. الى امس صار العرج الغربي من النقع انكسر هناك. ولا ما بقى على رمضان الا الباطنية. ويجيب الله واحد من الربع ونوصيه يجيب لي دفرانش ولا معزبي اخذ له حربية تنزعد من جنبه. نعم. وما هو نكس المحل على حد المظهور نقم طويلة قالوا بنسور. نعم. غربا من ايش ما اديت اسمه. قال انا بقعد ووصيت الرجاجيل يجون. جاب لي الدفرانش ولي الحالي ولا ما عندي خلاف بالنشاط وزين وعارف كل شيء ومرحف الكبرات قدام لما طب تعرف عارف حول الارض ولا هي بطلعه. نعم. قلت اخاف ارفع هذا العفريته افك الدفرانش الدحدر علي انت عليك تطيح علي يمين. نعم. وانت الحال والحال وانا اجيب برامين اثنين وادخل خشب الدبل مع الفتحه خانه تصميم. نعم. واحط برامين وفك المواسير وفك العمود وافك ماسوره الزيت واخذ منه كفرين مع كل الجهات وخليتني قد داخليه. نعم. ودا حد اسلم ورتب الكفرات اللي يوم طلع بلو بالتالي وحرح له لمن الله وصل وارفع العفريته مع جهه لما وازنت السسته خابوه. نعم. سقط محله ورتب الجزان ورتب شوي لمنه مسك وهم علق وخليه واروح لجهته الثانيه ومثل وارفع وضبطه ورتب العمود ورتب الكفرات الاثنين وشغله ومحمل الموت الحطب زين ورجعه وراء لما تسهلت الامور ورجع الموت وجهه وننكس للمعازيم يوم طبيت الخب ولا دار ما دار مالي مطلع تخوبل ما اعرف الحيل بس واقف. السلام عليك. السلام. وانا طال عمرك اوجز فرح رجلي لما معزب. قلت المطر قريب بهالعرج القريب راح اجيبه. راح وجابه. يوم جابه وقعدنا بنمشي الصبح خربان ما ادري ايش اللي خربانه. وامشي من رجل. من المسان ذا إلى الأسياح ما وصلت إلى بلية. الله أكبر. وطب بريدة. وامر عند أهل الأسياح مسلبل لخول له. نعم. يوم صار الصبح وأنا أمشي أنا بالبريد أنا وياه طب بريدة. وقوم أسبوع ما أقوم أمشي من رجلين. الله المستعان. من هالنف. لا والنف. يوم قبلت على آخر عرج ولا جنهك الحربي قلت أبي أشرب. قال لو كان جايب هنا خصيبة تعرضني هنية تبي تشرب قلت بشر أنا ما بس ذود باعر ولا قطع. نعم. وأنا انحر الزرقة وفكه وأشرب ورقة وحيط الرسم عليهم الله المستعان اذرك.